ملوك السماء، مواجهات قاتلة بين سوخوي 57 الروسية وF-22 الأمريكية. مئات الكيلومترات باتت تفصل بين أخطر مقاتلات الجيل الخامس التي عرفها التاريخ. فبعد أن حط تشكيل من المقاتلات الشبحية الأمريكية F-22 رابتور رحاله بالقرب من العاصمة البولندية وارسو مطلع شهر أغسطس آب الفات، قامت القوات الجوية الروسية بنقل سرب كامل من مقاتلات سو 57 إلى قاعدة جوية تكتيكية في مقاطعة بريانسك في الغرب الروسي على الحدود في بيلاروسيا. ومما لا شك فيه فإن فرضية المواجهة الجوية بين أساطير السماء أصبحت حتمية، فكلا الطرفين يتذرع بحماية أمنه القومي وردع أي اعتداء من الطرف الآخر، ذلك بالتزامن مع عودة التصعيد للمشهد الميداني في أوكرانيا. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مقارنة تفصيلية بين مقاتلة المجرم الخارق الروسية والرابتور الأمريكية. التسليح. تحمل F-22 ذخائرها داخل هيكل الطائرة وليس خارجها بهدف تقليل البصمة الرادارية، وبمقدورها حمل كافة صواريخ جو جو وصواريخ جو أرض من صناعة أمريكية أو غربية عموما، كصواريخ AIM-120 وAIM-132 جو جو، لكن ليست الصواريخ التقليدية، فقد تم تطوير نسخ خاصة من هذه الصواريخ بهندسة جديدة تتيح الإطلاق من داخل الطائرة وليس من نقاط تعليق خارجية. وتأتي هذه النسخ بمواصفات أفضل من النسخ التقليدية، حيث يبلغ مدى الصاروخ 175 كيلومترا، وتم تزويده بأنظمة الإغلاق البصري والرادارية، مما لا يترك مجالا لطائرات العدو بأن تنجو منه. وبمقدور كل طائرة حمل 8 صواريخ جوجو إضافة لذخائر أخرى، أو حمل 16 صاروخ دون أي ذخائر أو قنابل للمهام السطحية. كما باستطاعت رابتور الأمريكية استخدام جميع الذخائر الجوية الأمريكية، إلا أنها تميزت بنسخة من القنابل الأمريكية جي بي يو الشهيرة حملت اسم جي بي يو 1000، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار قادرة على خرق التحصينات التحت أرضية، وهي قنابل عملاقة مواجهة بالليزر ودقيقة جدا يصل وزنها إلى 890 كيلوغراما. في حين تمتلك سو 57 مستودع ذخائر داخل هيكل الطائرة يتسع لعشر مقذوفات متعددة الأنواع والأغراض، لكن الأكثر شيوعا هي قنابل كاب 450 الموجهة بالليزر عالية الدقة. وخارج الهيكل تمتلك ست نقاط تعليق لحمل صواريخ جوجو، والأكثر تقدما في العالم من طراز فيمال آر 77، والقادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 مترا وحتى 25 ألف متر وضمن نطاق 240 كيلومتر، وتعمل عبر تقنية الرادار النشط، ما يعني أن سو 57 قادرة على احتلال الفضاء الذي تحلق به في دائرة يبلغ قطرها قرابة 500 كيلومتر، أي أن تشكيل سرب من أربع طائرات سو 57 بإمكانه تحييد نصف القوات الجوية الأوروبية عن أي معركة واحتلال السماء بشكل كامل. وللاشتباك الجوي قصير المدى تمتلك سوخوي مدفع رشاشا من عيار 30 ملم يصل مداه إلى 4800 متر. الرادار والأنظمة التقنية. تعتبر F-22 كتلة من التكنولوجيا مخصصة للحرب، حيث تم وضع مئات المستشعرات في كل أطراف هيكل الطائرة مربوطة بحاسوب من طراز IBM AP-101 يربط بين الرادار متعدد المهام في الطائرة من طراز عيسى APG-77 لإدارة حرب إلكترونية بشكل تلقائي، وتكمن مهمته الأساسية في رصد دفاعات الجوية الأرضية ضمن نطاق عمل استكشاف إلى 600 كيلومتر، ويقوم بتحديد نوعها ومدى خطورتها ويقدم المعلومات الميدانية لقائد الطائرة، كما يقوم بقراءة طول موجة الرادارات الأرضية والجوية وقوتها وتوجيه أوامر للرادار العكسي الخاص بF-22 لإرسال موجات معاكسة لرادارات العدو، وبالنتيجة تصبح رادارات الأعداء مهما كانت متطورة عمياء بشكل كامل عن وجود F-22 في مجالها الجوي. إلى جانب ذلك كله، تعتبر خوذة الطيار هي سر تفوق الرابتور،
كونها مربوطة بكافة الأنظمة والحواسيب الموجودة في المقاتلة، وبالأخص أنظمة الاشتباك مع الأهداف المتعددة، مما يوفر للطيار حسابات دقيقة تعطيه توقيتا مناسبا لكل حركة كالمناورة والانقضاض. وانعكس أداء الخوذة على ردات الفعل السريعة لأداء المقاتلة بنسبة تفوق 80%. أما التقنية والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في سو 57، فلا تزال روسيا تحيطها بهالة من السرية، ولها كل الحق في ذلك، فأي تفصيل صغير بإمكانه تعريض الطائرة للخطر وخلق ثغرة تهدد طبيعة المهمة التي أوجدت لأجلها. لكن وبلا أدنى شك فهي تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا، وقد تتفوق على F-22 وF-35 الأمريكيتان وG-20 وFC-31 الصينيتان. المواصفات العامة: بلغ طول المقاتلة F-22 نحو 19 مترا وبعرض 13.56 مترا وبارتفاع 5 أمتار، وبلغ وزنها 19700 كيلوغراما و38000 كيلوغرام عند أقصى حمولة تشمل بذلك الوقود والذخائر. وزودت رابتور بزوج محركات صنع خصيصا لها من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أتاح لها التحليق بسرعة 2.4 ماخ، أي ما يعادل 3100 كيلومتر في الساعة، بسرعة متواصلة وليست متقطعة، ودون الحاجة لوجود حارق لاحق للمحركات، والوصول إلى ارتفاع 20000 متر وبنطاق عملية يصل إلى 4000 كيلومتر. في حين يبلغ طول الشبح الروسي 22 مترا وبارتفاع 6 أمتار وبعرض 14.2 متر، ويبلغ وزنها فارغة 18.5 طن وعند أقصى حمولة 37 طنا شاملة الوقود والذخائر. تعمل سوخوي 57 بمحركين نفاثين لم يكشف الستار عنهما حتى اليوم، بمقدورهما دفع الطائرة للتسلق بسرعة 360 مترا في ثانية وحتى ارتفاع 21000 متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 2.7 ماخ، أي ما يعادل 3300 كيلومتر في الساعة، ضمن نطاق عملية يصل إلى 5600 كيلومتر. وكلا المقاتلتين بحاجة إلى طيار واحد فقط لقيادتها وأداء المهام القتالية. وتوفر الأنظمة التقنية المستخدمة في مقاتلات الجيل الخامس أريحية للطيار، على اعتبار أن تلك الأنظمة تقدم له كافة المعطيات الميدانية والمناخية، وتخبره بطبيعة الأهداف وسرعتها وخطورتها، وتقدم له إنذارات السلامة والخطر بسرعة عالية، على عكس الطائرات القتالية من الأجيال السابقة التي يعتمد فيها الطيار على قراءة المؤشرات والشاشات، كل على حدة، مما يستغرق وقتا لتحليل ومقاطعة كل القراءات ويرفع من معدل وقوع الطائرة في مرمى الصواريخ المعادية. كما أن هياكل كلا المقاتلتين مصنوع من خليط من المعادن ومطلي بطلاء خاص لتكون النتيجة على الشكل التالي: تقلل الهندسة التصميمية من انعكاس إشارات الرادار وتقوم بتشتيتها، بينما يقوم المعدن المصنوع منه الطائرة بتحمل الحرارة المرتفعة وتفريغها بشكل سريع، مما يقلل من البصمة الحرارية للطائرة الشبحية. أما الطلاء فيقوم بامتصاص موجات الرادار والإشاعات ويقلل انعكاسها لمستقبلات الرادار بنسبة تتراوح بين 60% و100% بحسب نوع الرادار ونوع الموجات الصادرة عنه. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات كل من المقاتلتين؟ وبرأيك لمن الغلبة في حال وقع اشتباك بينهما؟